اخوانا الهبي ده اللي كتروا في كل حته اللي بيستحرموا يقولوا كلمه اصلي ما اعرفش عادي يا جماعه وارد كلنا ما نعرفش، انما هم عندهم كل المعلومات اللي اتوجدت في الدنيا. خلينا نشوف بقى الهبيده دول شكلهم عامل ازاي. تعالوا بينا نقعد مع مياده الهبده شويه. صباح الخير. كومستا؟ صباح بيا؟ صباح النور. صباح الخير. خدت بالك من اللغات؟ برافو. حركة. طب كويس. علم اللغات ده علم جميل يعني. انتي بتدرسي ايه ولا خريجة ايه؟ انا في علوم. يعني يونو لغات؟ بس مش يعني هو الانجليش بس. ايه ده؟ لا ثواني قوليلي، انتي في علوم؟ ايه ده؟ انتي ممكن تكوني زميلة ليا يعني على المستوى الفكري. يعني؟ اصل انا بحب العلوم جدا. طب حلو. انا احبها. علوم ومدرسهاش. لا انا مش في علوم، انا احب الفلسفة ومدرستهاش، واحب الفيزياء ومدرستهاش، واحب الكيمياء ومدرستهاش، واموت في المصريات بس دي ورثتها. علم المصريات عارفاه؟ طبعا. ده انا ورثته من جد 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 جدي. ده كان زميل الملك دحنبول في المدرسة. مين؟ مشهور بالملك زوسر. انت جبت المعلومة دي منين؟ ده جد جد جدي. اسمه ايه؟ دحنبول الأول. انت بقى قلت لي خرجت ايه؟ لا انا لسه متخرجتش، هما مش قادرين يستفيدوا من خبراتي هناك. عارفة المدرسة بتاعتي؟ كلها. المدرسة الإعدادي بقت بفلوس بعد ما سبتها. بعد ما انت سبتيها؟ بعد ما انا سبتها. دفع فيها فلوس كده عشان بس انا كنت بدرس هناك، ميادة كانت هناك. فاهماني؟ تمام. وصلنا بقى عند ايه؟ الملك المعروف بقى، هو ما اسموش زوسر، اسمه دحنبول. إيه معلش يعني بس دي هبدايه شويه، يعني ايه دحنبول دي؟ ما فيش الكلام ده يعني، ده من زمان قوي. ايه دحنبول دي؟ انا عذراكي يعني. هو اوكي انا عذراكي، مش هقول عليكي العفو يعني، مش هقول جهله، بس دي قله. انت قلت العلم. قلت العلم. قلت العلم. انت قلتي انت في كليه ايه؟ انا دلوقتي حاليا في كليه اداب. اوكي. قسم مصريات. طب هما بيعلموك في الكليه تقولي الكلام ده يعني، ولا يعني ايه جهله وقلت العلم؟ قللت العلم يعني لما تيجي تتكلمي على حاجه. قللت العلم دي يعني حاجه ما عندكيش خلفيه بيها ولا عندك درايه. يعني مثلا دلوقتي بحكي لك حاجه مهمه جدا في التاريخ اكيد ما عندكيش فكره عنها. اوكي بس عارفه مش جهله يعني. انا ما قلتش لا العفو، انا قلت حضرتك عفوا مش هقول حضرتك جهله. قلت لك انت قلت العلم. انت كده يعني عادي تعدي. ما انا كنت كده زمان. دلوقتي لا. زمان ده اللي هو امتى؟ معلش يعني من قيمه 5 سنين. 5 سنين. يعني انت وانت كنت جهله وانت في اعدادي تقريبا. حاجه كده. ما كنتش جاهله، كنت قللت العلم برضه. قللت العلم. امال ايه؟ رحت بقى ايه، نميت نفسي، رحت سور الازبكيه. ايوه. بنيت سور زيه كده في دماغي. والله تمام. كتب كده ركنتها كده، الجزء ده بي دي اف، الفص اليمين الفص الشمال. انت عارفه المخ بتاعنا 4 فصوص. كمان عارفه المعلومه دي؟ كمان 4 فصوص. ايوه. ما يمشيش معاكي فصين؟ لا 4. فصين ايه هما؟ توم 4. انا عذرك يا بنتي. ايه دي بس؟ انت بتقولي كلام، انت بتقولي ايه بجد؟ ما فصين. ايوه. ايه طب فصين عاملين ازاي؟ هقول لك. طب انت قولي لي انت فصين عاملين ازاي. فص عامل كده، فص عامل كده، فص بيغلفه من الناحيه دي وفص من الناحيه دي. انت بتقولي 4. إيه؟ الناس العاديه فاكره ان هم 2 لكن هم 4. انت بتقولك 4. انا مش هتدخل في العلوم عشان انت في كليه علوم وكده، وانا عارفه طبعا الدراسه عندكم على قد. انا بس احكي لك عن جد. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. على قد ايه بس؟ انت تتكلمي لما تيجي تتكلمي على دراستك في كليتك. لكن مالكيش دعوه. طب انا بدري بقول لك عن ورثي ودراستي. انا بدرس مصريات. ورثك ودراستك وكل ده حلو. بتدرسي مصريات على عيني وعلى راسي. بس زوسر مين اللي اسمه دحنبول ده؟ احنا ماما واحنا بناخده من واحنا في ابتدائي. هو انا عشان ابويا قال لي ان ابوه قال لي ان ابوه ابوه قال له ان ده اسمه دحنبول، فخلاص مش مهم. هو زوسر. ابوكي مين اللي يقول لك ابوه 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 ابوه؟ يعني انت يعني وصلت لحضرتك 7000 سنه. دول مش جدودنا. ايوه ماشي. طبعا. بس في كتب. سرسال صاحب الملك زوسر ده. يبقى الملك بوسر. جد 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 جدي. تمام. ايه اللي بوسر بس؟ ده بقى كان ليه وظيفه هايله. عمل ايه بقى ده؟ عارفه الاهرامات؟ الطوب بيبقى مبني كده خلف خلاف كده كده كده، فاهمه؟ الحجاره بتاعت الهرم. تمام. بين كل حجر وحجر في خرم. الملك بوسر بقى جد جد جدي ده هو اللي خرم الاخرام دي بنفسه. يا بنتي انت بتقولي ايه يا بنتي؟ انت دي انت بتتكلمي كأن الموضوع كده حاجه صغيره وبنلعب. ايه انت مستفزه قوي الصراحه.
ممكن يعني تسوقي ونفضل ساكتين. نسكت ازاي يعني؟ نفضل ساكتين كده افضل وما فتكيش. انا مش محتاجه في ديني. ربنا يحاسبني يا ستي. انا مش محتاجه في ديني. ازاي؟ لا ازاي ربنا يحاسب؟ انا يعني انا يا رب ما تحاسبهاش. لا يا شيخه تقولي كده ازاي؟ لا لا لا، العلم نور واللي يفيد مخلوق زيه. لا لازم الست تفضل في كتف الست اللي زيها. يا ستي انت معاكي معلوق. انا عذره. انت بتقولي ايه؟ انت في ايه؟ وايه الكيد دي؟ هكيدك على ايه؟ انا ما قلت بقول تفيد الست اللي زيها. انت جبت سيره الكيد، شفتي انت دماغك فين؟ استغفر الله العظيم يا رب. دي دماغك يعني؟ دي دماغك. انا بفيدك وانت تقولي لي كده؟ انت بتقولي ايه انت؟ ممكن تسوقي وانت ساكته؟ انا مش محتاجه اعرف منك معلومات. معلومات خالص. واقول لك على حاجه حلوه، بلاش تقولي معلومات. عادي يا استاذ، عادي يا سيد. هو انت بقى عارفه اللي اخترع العربيه دي؟ اللي اخترع العربيه اللي ماشيه قدام جنبنا دي اكيد بقى دخل جدك بقى. لا لا ما اعرفش الاشكال دي. اه العربيه دي اصلا ايه؟ تبع شركه هندي. في منبوزيا. فين مقر الشركه؟ في منبوزيا. منبوزيا دي في الهند. امال ايه؟ انت دارسه طبعا. عمري ما اتكلمت الا عن قناعه. حلو البتاع اللي في عيني كده. شكرا. من شركه ايه؟ من شركه ايه؟ مش لازم تعرفها. لا انا اقول لك، الكحل اللي اسمه الغامق ده بيبقى من كوكو شانيل. كوكو شانيل ايه بس؟ مش كوكو شانيل. لا كوكو شانيل دي قريبتنا، قريبه ماما. اوه انت وصلتي لشانيل. انت مفكره ايه؟ ممكن تبطلي العربيه انت كده كتير؟ والله انت بتقولي كده كتير. اللي انت بتقوليه ده غلط. ايه زوسر ودحنبل وبوسر كمان؟ انت وصلتي البوسر؟ لا بوسر ده جدي. اسكتي. ايه ده؟ سوي وانت ساكته، سوي وانت ساكته. انت بتقولي انت من عيله زوسر؟ انت من عيله هبديان الاول ده؟ انت ايه ده؟ لا اسمه هبوده. هبوده ايه؟ هبوده ايه؟ هبوده على الحدوده دي. دي دي اللي انت بتقولي ده حاجه ثانيه. لا لا هبوده على الحدود ده كان مسروق من خال خالي. يا بنتي بس بقى يا رب خدني. انا عذراكي، انا عذراكي، انا عارفه. عذرانه على ايه؟ قللت العلم. يا ما بطلي بقى الكلمه قللت العلم، قللت العلم اللي كل شويه تقوليها دي. ما جاش غيرك انت اللي تتكلمي. ما بقى خلاص يا ماما. انا فاهمه، انا متفهمه، معلش. بقول لك يا انت ما تهدي شويه. الله. انا هادي حضرتك اللي متعصبه. ماشي كل شويه كل شويه تقعدي تقولي كلام ملوش لازمه. ده في علم النفس بقى، العصبيه دي غلط على الاعصاب. طب والضرب في علم النفس ايه الدنيا؟ غلط على الجلد. غلط على الجلد. طب ما تيجي نجرب. لا مش هنجرب. ايه المشكله؟ حد جالها. المشكله حد جالها من هنا. لا بجد في ايه؟ استني ده انت عيله. ده انت بجد دماغك، ده انت دماغك طاقه. بصي 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 يا ستي بس ساعد. انت ايه ده يا لهوي؟ نزليني نزليني يا خدي 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 من عز. روحي اركبي ولا شوف انت هتعملي ايه. ده انت ده انت وسعي. ماما ماما حقك عليا. بصي هنا. طيب بصي هنا. كل سنه طيبه. طيبه. رمضان كريم. رمضان كريم يا حبيبي. انت كنتي معانا في كريزي وومن؟ كريزي وومن؟ كريزي وومن. قولي لك موافقه نزيه؟ موافقه. موافقه ها؟ موافقه. هفهمك بقى فوائد الزيعه دي في برضه بيذيعوا.